السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندي معكم المحاضرة الثانية من موضوع البروتينز. بداية أذكركم في المحاضرة السابقة ذكرنا أن البروتين تتكون من smaller subunits تدعى بالأحماض الأمينية الأمينو أسيدز. ذكرنا أيضا هنالك 20 حامض أميني تكون الهيومن بروتينز. هذه الأحماض الأمينية تسمى ستاندرد أمينو أسيدز، طبعا حتى نفرقها من أحماض أمينية أخرى راح نذكرها بعدين. أيضا ذكرنا أنه all standard amino acids have the same basic structure اللي هو موضح بالصورة اللي أمامنا، يتكون من مجموعة amino group, hydrogen, carboxyl group and side chain، وقلنا side chain تختلف من حامض أميني إلى آخر، والسبب اختلاف الأحماض الأمينية عن بعض البعض، يعني السبب اختلاف هذه العشرين حامض أميني عن بعض البعض هو اختلافها بالside chain أو الR group. محاضرتنا هذا اليوم راح نتكلم بداية عن classifications of amino acids، كيف نقسم الأحماض الأمينية اللي أقصد بها الـ standard amino acid الـ 20 حامض أميني. standard amino acid can be classified إما بالاعتماد على nutritional importance أو بالاعتماد على الـ R group. طبعا مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الأحماض الأمينية تختلف عن بعضها البعض فقط بالـ side chain بالـ R group، فلذلك من المنطقي نقسم هذه الأحماض الأمينية بالاعتماد على الR group. إذا هنالك طريقتين لتقسيم الحامض الأميني، إما بالاعتماد على النوتريشنال امبورتانس مالته، بمعنى آخر الاسنشاليتي، أجد هذا الحامض الأميني essential to be in your diet، أو بالاعتماد على الR group. طبعا بالاعتماد على الاسنشاليتي يقسم إلى قسمين، إما تكون essential amino acid أو non essential amino acid. بالاعتماد على الR group نقدر نقسم الأحماض الأمينية إما إلى polar أو amino acids with non-polar R group. راح نأخذ هذا الموضوع بالتفصيل. نبدأ بتقسيم الأحماض الأمينية بالاعتماد على أهمية الغذائية based on essentiality. الأحماض الأمينية نقدر نقسمها حسب أهمية الغذائية إلى قسمين أساسيين، إلى essential amino acids and non-essential amino acids. أشني معنات الاسنشال وأشني معنات non-essential. essential amino acid هي الأحماض الأمينية اللي ما يقدر يصنعها الجسم، لذلك لازم نأخذ عن طريق الغذاء. إذن أشني هي الاسنشال amino acid؟ essential amino acid are amino acid that cannot be synthesized in the body and must be supplied in the diet in amount adequate to support the infant growth or to maintain health in adults. الاسنشال امينو اسيد تشمل لي 9 من اصل 20، تشمل 9 احماض امينيه اللي هي الهيستيدين، ايزوليوسين، ليوسين، لايسين، ميثيونين، فينيل الانين، ثريونين، تريبتوفان، اند فالين. طبعا خليت لكم هاي الجمله حتى تساعدكم التذكر، تساعدكم كيف تذكرون هاي الاحماض الامينيه الاسنشال امينو اسيد، لان صراحه هي مهمه، ضروري ان نعرف ايش الامينو اسيد اللي لازم نتناولها عن طريق الدايت. فهاي الجمله تقول برايفت تيم هول او بي في تي تيم هول، تجمع لي الاحرف الاولى مال هاي التسعه احماض امينيه. البي جايتني من فينايل الانين، الفي فروم فالين، التي فروم ثريونين، اذر تي فروم تريبتوفان، ايزوليوسين، ميثيونين، هيستيدين، لايسين اند ليوسين. عرفنا شنو هي الاسنشال امينو اسيد. الاسنشال امينو اسيد هي الاحماض الامينيه اللي لازم ناخذها عن طريق الغذاء، ليش؟ لانه الجسم ما يقدر يصنعها. طبعا تعريف النون اسنشال امينو اسيد اتوقع راح يكون واضح، هي الاحماض الامينيه اللي تصنع من قبل الجسم، فما بالضروري نتناولها عن طريق الغذاء. اذا النون اسنشال امينو اسيد هي الامينو اسيد ذات كان بي سينثيزايزد ان ذا بودي، تشمل لي 11 حامض أميني المتبقي. تشمل لي 11 حامض أميني المتبقي. صراحة هنالك جروب آخر من الأحماض الأمينية بالاعتماد على، إذا استعانينا بهذا التقسيم بالاعتماد على النوتريشنال امبورتانس، هنالك تقسيم آخر أو هنالك مجموعة أخرى. هنالك بعض الأحماض الأمينية تصنع من قبل الجسم، تمام، لكن بكميات غير كافية في حالات معينة.
كما في حالة الـ growing child, pregnancy and alopecia. على سبيل المثال الأرجينين، أرجينين يصنع من قبل الجسم، أوكي، لكن إذا الكمية اللي صنعها الجسم تكون غير كافية في حالة الطفل أو في حالة الـ pregnant lady أو في حالة الـ alopecia. فكأنه هذا الحامض الأميني هو non-essential لكنه essential at certain condition. Essential at certain condition. هناك أحماض أمينية أخرى مثل التيروسين، هي non-essential، تصنع من داخل الجسم، أوكي، لكن منين تصنع؟ تصنع from essential amino acid. على سبيل المثال التيروسين، التيروسين منين يصنع التيروسين؟ التيروسين يصنع من البريكيورسر مالته اللي هو الفينايل ألانين. فإذا صار عندي نقص بالفينايل ألانين الجسم ما يقدر يصنع التيروسين. هاي الأحماض الأمينية مثل الأرجينين أو التيروسين اللي تصنع بداخل الجسم، لكن إما بكميات غير كافية في حالات معينة أو تصنع من essential amino acid، يطلق عليها اسم conditionally essential amino acid أو semi essential amino acid. ليش conditionally essential amino acid؟ لأنها تكون essential at certain condition. مثلا الأرجينين هو non-essential لكن يكون essential amino acid and must be supplied in diet في حالة the growing child، في حالة the pregnant lady and في حالة the patient. كذلك التيروسين هو non-essential amino acid لكن يكون essential at certain condition. Which condition؟ في عندما يكون عندي نقص بالبريكورسر مالته اللي هو الفينايل ألانين. فإذا إذا عندي نقص بالفينايل ألانين اوتوماتيكيا الجسم ما راح يقدر يصنع التيروسين، فلذلك انا لازم الدايت لازم يكون ب فينايل الانين والتيروسين، لازم يحتوي على التيروسين. خلصنا الكلاسيفيكيشن بيزد اون اسينشاليتي، اتوقع هو كلش بسيط، اما تكون نون اسينشال امينو اسيد اللي تشمل 11 او يكون اسينشال امينو اسيد تشمل 9. الاسينشال مست بي سبلايد ان دايت، النون اسينشال يقدر يصنعها الجسم وما بالضروره تكون بالدايت. بعض النون اسينشال تسمى كونديشنال اسينشال لأن الجسم ما يقدر يصنعها بكميات كافية في حالات معينة أو لأنها تصنع من essential amino acids. Another way to classify amino acids is based on physicochemical properties of the side chain. مثل ما ذكرنا سابقا أن الـ standard amino acids share the same basic structure and each amino acid have unique R group, have unique side chain. لذلك بالاعتماد على خواص هذه الار جروب الاحماض الامينيه نقسمها الى مجموعتين اللي هي نون بولار امينو اسيدز اند بولار امينو اسيدز. النون بولار امينو اسيدز من اسمها هي الاحماض الامينيه اللي هي الاحماض الامينيه اللي تحتوي على نون بولار سايد تشين. هاي الامينو اسيدز تكون هيدروفوبيك ووتر فيرينج موليكيول، بمعنى اخر هي ليس سوليبل ان ووتر. زين، ليش النون بولر امينو اسيد هي ليس سوليبل ان ووتر؟ لان النون بولر كومباوند هي مركبات ما تقدر تعطي او تاخذ بروتون، فلذلك ما تقدر تشارك بتكوين هيدروجين بوندينج. فاذا كان المركب ما يقدر يعمل هيدروجين بوند ما راح يكون سوليبل ان ووتر. بما انه هاي المركبات ان سوليبل ان ووتر راح تكون soluble in oil medium, soluble in lipid, lipid soluble. خاصية أخرى لهذه المركبات هي لها القدرة على تكوين hydrophobic interactions. ال hydrophobic interactions معناتها non-polar compound يتفاعل مع another non-polar compound. بداخل البروتين structure راح تشوفون إنه non-polar amino acids تكون قريبة مع بعضها البعض بسبب هاي ال hydrophobic interactions. هناك 9 أحماض أمينية non-polar اللي موجودة أمامنا. إذا لاحظوا السايد تشين من هذه الأحماض الأمينية خاصة الجلايسين، الألانين، الفالين والليوسين والأيزوليوسين حتى الميثيونين، نشوف أن السايد تشين مالتها متكون من الكيل جروب. مثل ما تعرفون الألكيل اللي متكون من كربون وهيدروجين فقط هي non-polar جروب. حتى الميثيونين وايضا نون بولار امينو اسيد بالرغم انه يحتوي على سلفر جروب، لكن السلفر موجوده بين ذرتين من كربون، يعني كانت غطت بين ذرات الكربون، فلهذا الميثيونين هو نون بولار امينو اسيد.
فينايل ألانين أيضا نون بولر أمينو أسيد. طبعا الفينايل ألانين هو عبارة عن ألانين زائد فينايل جروب. إذا شوفون الستركشر مالته هو ألانين نفسه هو ألانين زائد مجموعة فينايل. فينايل ألانين أيضا هو نون بولر أمينو أسيدز لأن الفينايل جروب فقط متكون من كربون وهيدروجين اللي هي نون بولر. التريبتوفان another example of non-polar amino acid بالرغم انه يحتوي على النيتروجين. النيتروجين مثل ما تعرفون هي بولر لانها تحتوي على free pair of electron، لكن النيتروجين هنا تكون مشغوله بالرينج ستراكشر، فالفري بير اوف الكترون مالت النيتروجين تكون مشغوله بهذا الرينج ستراكشر، فلهذا التريبتوفان هو non-polar amino acid. البرولين اذا تذكرون البرولين هو الحامض الامين الوحيد اللي السايد تشين مالته تكون مربوطه بالامين جروب، ومثال آخر على نون بولار أمينو أسيدز. ليش؟ لأن السايد تشين مالت البرولين هي الكيل فقط متكونة من كربون وهيدروجين اللي هي نون بولار. هاي الجملة يمكن تساعدكم حتى تحفظون النون بولار أمينو أسيدز. أول حرف من كل كلمة يمثل لي نون بولار أمينو أسيدز. إذن الخلاصة أن الأمينو أسيد نقدر نقسمها بالاعتماد على الآر جروب إلى مجموعتين، هي نون بولار أمينو أسيد تكون هيدروفوبيك إن سوليبل إن ووتر لكن سوليبل إن أويل ميديوم، أند بولار أمينو أسيد اللي هي تكون هيدروفيليك سوليبل إن ووتر. لهذا السبب إذا نشوف الشكل البروتين اللي هو سوليبل إن ووتر، إذا نشوف البروتين ووتر سوليبل بروتينز راح نشوف شكلها الخارجي يكون مغطى ببولار أمينو أسيد. طبعا هذا الشكل اللي امامنا هذا المثال هذا البروتين هو مثال لووتر سوليبل بروتين، بروتين سوليبل ان ووتر. طبعا المربعات والدوائر تمثل احماض امينيه. الاحماض الامينيه مثل ما تعرفون البروتين متكون من احماض امينيه مرتبطه مع بعض البعض ببيبتايد بوند حتى تكون لي لونج تشين. تمام، هذا البروتين هو سوليبل ان ووتر، فشوفون السطح الخارجي مالته يكون مغطى ببولار امينو اسيد. ليش؟ لان البولار امينو اسيدز هي هيدروفيليك سوليبل ان ووتر، فهذه البولار امينو اسيد لها القدره على تكوين هيدروجين بوندينج مع الووتر مع السراوندينج ووتر مولكيولز، فلهذا البروتين يكون سوليبل ان ووتر. بينما النون بولار امينو اسيدز راح تشوفوها كن تكون في داخل البروتين in the core of the protein. ليش؟ لانها هيدروفوبيك يعني ووتر فيرينج موليكيول، من الاسم ووتر فيرينج تخاف من الووتر، فصارت وين؟ صارت بالداخل، تجمعت وصارت بالداخل. على العكس من هذا المثال هنا مثال اوف ليبيد سوليبل بروتين. هذا البروتين هو بروتين موجود بداخل السيل مبرين. مثل ما تعرفون ان السيل مبرين متكون من ليبيد، فشوفون ان البروتين الموجود بالسيل مبرين السطح الخارجي مالته متكون من نون بولار امينو اسيدز. ليش؟ لان النون بولار امينو اسيدز تقدر تكون لي هيدروفوبيك انتراكشن مع السراوندينج ليبيد، فلهذا تكون النون بولار امينو اسيد في السطح الخارجي. بينما البولار امينو اسيدز اللي تقدر تكون اواصر مع الووتر تكون بعيده عن السيل مبرين. عيد هذا المثال لاهميته، هذا ووتر سوليبل بروتين. في الووتر سوليبل بروتين تكون البولار امينو اسيدز في السطح الخارجي. ليش؟ لانها لها القدره على تكوين هيدروجين بوند مع الووتر حتى يكون البروتين سوليبل ان ووتر. بينما النون بولار امينو اسيدز راح تكون مختبئه في داخل البروتين، لان النون بولار امينو اسيد هي هيدروفوبيك موليكيول ووتر فيرينج موليكيول. العكس تماما ليبيد سوليبل بروتين مثل هذا البروتين اللي هو سوليبل ان ذا سيل ميمبرين راح نشوف ان النون بولار امينو اسيدز موجوده بالسطح الخارجي حتى تكون لي هيدروفوبيك انتراكشن مع السيل ميمبرين. المجموعه الثانيه هي البولار امينو اسيدز. البولار امينو اسيدز تحتوي على بولار ار جروب. هاي الاحماض الامينيه تتميز بكونها هيدروفيليك بسبب قدرتها على تكوين هيدروجين بوند. البولار امينو اسيدز تقسم الى ثلاث مجاميع، هي البولار ان تشارجد امينو اسيد، بولار بوزيتيفلي تشارجد امينو اسيد، اند بولار نيجاتيفلي تشارجد امينو اسيد. البولار ان تشارجد امينو اسيدز تحتوي على بولار فانكشنال جروب
that have a neutral charge at a neutral pH. المثال عليها هي السيرين، ثريونين، أنتيروسين تحتوي على polar hydroxyl group. أسبارجين and glutamine تحتوي على polar carbonyl CO تحتوي على polar carbonyl and amide group. بينما السيستين يحتوي على polar sulfhydryl group. مثل ما قلنا هاي البولر جروبس تكون نيوترال at physiological pH. هاي البولر جروب مسؤولة عن تكوين هيدروجين بوند، كما في هذا المثال التيروسين مكون لهيدروجين بوند مع كربونيل جروب of another molecule. السيستين أمينو أسيد له القدرة على تكوين كوفيلنت بوند with another سيستين molecule. هاي الآصرة تتكون between two cysteine molecule تسمى بالدايسلفايت بوند أو دايسلفايت بريدج. التفاعل بين two cysteine molecule حتتكون لدايسلفايت بوند يحتاج إلى وجود أوكسيدايزنج ايجنت والتخلص من ذرتين من الهيدروجين. المركب الناتج هو دايمر مولكيول ويسمى سيستاين. الدايسلفايت بوند تساعد على البروتين فولدينج وايضا تزيد الاستابيليتي مالت البروتين. اذا نشوف بهذا الفيديو هذا بروتين ونشوف تكوين الدايسلفايت بوند بين السيستين موليكيولز اللي هي الكرات الصفراء. تكوين الدايسلفايت بوند ساعدت على البروتين فولدينج، طبعا هذا يزيد البروتين استابيليتي. المجموعة الثانية هي الأمينو أسيدز with acidic side chain أو negatively charged amino acids. هاي المجموعة تشمل الأسبارتيك أسيد and glutamic أسيد. تمتاز هاي الأحماض الأمينية بوجود الكربوكسيل جروب in their side chain. هاي الكربوكسيل جروب تكون with negative charge at neutral pH. بينما البيسك امينو اسيدز او البوزيتيفلي تشارج امينو اسيدز تمتاز بوجود بيسك جروب ان ذير سايد تشين. هاي البيسك جروب تكتسب بروتون ات نيوترال بي اتش لذلك تكون وذ بوزيتيف تشارج. من بين البيسك امينو اسيدز الهيستيدين يعتبر ويكلي بيسك. صراحة الهيستيدين از لارجلي انشارجد at neutral pH. لكن عندما يكون الهيستيدين من ضمن بروتين ربما يكون with positive charge أو يكون with a neutral charge depending on the environment provided by the polypeptide chain of the protein. إذا الأسيديك أمينو أسيدز تشمل أسبارتيك أسيد and glutamic أسيد تحتوي على كربوكسيل جروب with negative charge at neutral pH. البيسك أمينو أسيدز تشمل اللايسين، الأرجينين، and هيستيدين تمتاز بوجود basic group with positive charge at neutral pH. من بين العشرين standard amino acids هنالك فقط ثلاث أحماض أمينية تحتوي على aromatic R group. هاي الأحماض الأمينية هي الفينال ألانين، تيروسين، and تريبتوفان ويطلق عليها اسم aromatic amino acids. الفينال ألانين والتريبتوفان هي نون بولار أمينو أسيد بينما التيروسين هو بولار أنشارجد أمينو أسيد بسبب وجود الهيدروكسيل جروب. الأروماتيك أمينو أسيدز تمتاز بقدرتها على امتصاص الـ UV light at wavelength بين الـ 250 والـ 290 نانومتر. التريبتوفان هو more effective to absorb the UV light مقارنة بالتيروسين والفينال ألانين. بقية الأحماض الأمينية do not absorb visible light وهي colorless crystalline substance. لذلك قدرة البروتين to absorb visible light is just because the presence of these amino acids. إلى هنا
انتهى الـ classification of amino acid، وراح ننتقل على بعض خواص، ننتقل إلى بعض خواص الأحماض الأمينية. Amphoteric properties of amino acid. Each amino acid has at least two ionizable groups, اللي هي الأمينو group and carboxyl group. Some amino acids have ionizable side chain. على سبيل المثال amino acid with acidic side chain مثل aspartic acid والglutamic acid. أيضا من الأمينو acids with basic side chain مثل arginine واللايسين. هذه الionizable group تقدر تكتسب بروتون أو تقدر تفقد بروتون. مثلا الأمينو group تقدر تكتسب بروتون وتتحول إلى energy 3 with positive charge. إذن هذه basic group. في نفس الوقت الكربوكسيل group تقدر تفقد بروتون وتتحول إلى carboxyl ion with negative charge. إذن هذه acidic group. Any molecule has the ability to accept and lose a proton هي amphoteric molecule. لذلك الأمينو acid هي amphilite. ليش؟ Because they have acidic and basic tendencies. At very low pH value, this ionizable group will be fully protonated. طبعا هذا الكلام منطقي. ليش؟ لأن at very low pH value احنا هنضيف more hydrogen. At low pH تركيز الهيدروجين راح يكون جدا عالي، فهي الionizable group كلها راح تكتسب هيدروجين. فالكربوكسيل group راح تفقد النيجاتيف تشارج مالتها وتتحول الى سي دبل او اتش، بينما الامينو group راح تكتسب بروتون وتكون with positive charge. لذلك المولكيول at very low pH تكون كات ايون with positive charge. على النقيض at very high pH value هاي الionizable group تكون unprotonated. ليش؟ لأن at very high pH value تركيز الهيدروجين راح يكون قليل، فهاي الionizable group راح تفقد الهيدروجين. لذلك مجموعة الأمين راح تفقد الهيدروجين وتكون without charge، ومجموعة الكربوكسيل راح تفقد الهيدروجين وتكون على شكل negative ion، والموليكيول الإشارة الكلية للموليكيول راح تكون negative أو anion. At intermediate pH value تقريبا at physiological pH الأمينو أسيد يكون يملك positive charge and negative charge. ليش؟ لأن at intermediate pH value the carboxyl group will be deprotonated يكون with negative charge، بينما الأمينو group راح تكون مكتسبة بروتون وتكون with positive charge. هذا الشكل with positive charge on amino group and negative charge on carboxyl group هو الشكل اللي نشوفه at physiological pH. إذن at physiological pH دائما الأمينو acid يكون with positive charge على ال basic group اللي هي الأمينو group and with negative charge on carboxyl group. من غير الممكن أن نشوف الحامض الأميني بهذه الصيغة without any charge، يعني with NH2 group and COOH group. ليش؟ إذا نرجع على السلايد اللي قبله راح نشوف، إذا نخفض الـ pH إلى أقل ما يمكن الكربوكسيل group راح تكتسب بروتون، لكن بنفس الوقت الأمينو group أيضا راح تكتسب بروتون وتكون with positive charge. نفس الكلام إذا رفعنا الـ pH إلى أعلى ما يمكن الأمينو group راح تفقد الهيدروجين وتكون نيوترال، لكن الكربوكسيل جروب راح ايضا تفقد هيدروجين وتكون with negative charge. اذا الامينو اسيد at any pH لازم يكون حامل شحنة، اما يكون with positive charge on amino group and negative charge on carboxyl group اللي عادة يكون at neutral pH، او يكون as cation كما
كما في حالة at very low pH concentrations، أو يكون الأمينو أسيد with negative charge وهذا يكون at very high pH concentration. Amino acids as zwitter ions. بداية إيش هي zwitter ions؟ zwitter ion هي any molecule that have equal number of positive and negative charged group. zwitter ion هي any molecule that have equal number of positive and negative charged groups. لذلك ال net charge أو total charge مال هذه molecule هي zero. الأمينو acids ممكن نشوفها على شكل زويتر ايون at certain pH. هذه الـ pH اللي عندها يكون الأمينو أسيد على شكل زويتر ايون تسمى الـ PI أو الـ isoelectric point. أشنو تعريف الـ isoelectric point؟ is the pH at which the amino acid present as زويتر ايون. أو أقدر أعرفها على شكل is the pH at which the amino acid have equal number of negative charged group and positively charged groups. لو ناخذ مثال اللي هو الجلايسين، مثل ما تعرفون ان الجلايسين هو simplest amino acid، هو ابسط حامض اميني، لان السايد تشين مال الجلايسين هي فقط هيدروجين. الجلايسين have pKa value 2.3 للكربوكسيليك acid group، للكربوكسيليك group، و pKa value 9.7 للأمينو جروب. طبعاً إيش هي ال pKa؟ فقط للتذكير، ال pKa هي dissociation constant، هي ال pH at which this group can donate hydrogen، هي ال pH اللي عدها هذه المجموعة تقدر تفقد ذرة الهيدروجين. إذن at pH value أقل من 2.3 الكربوكسيليك جروب راح تفقد الهيدروجين وتكون with negative charge. إذا نخلي الجلايسين at very low pH value أقل من 2.3 أقل من 2.3 كل هذه الجروب الـ 2 ionizable group راح تكون fully protonated، يعني الكربوكسيل جروب راح تكون with hydrogen والأمينو جروب راح تكون with positive charge والمركب راح يكون cation with total charge of a plus 1. إذا رفعنا الـ pH للمحلول أكثر من الـ dissociation constant للكربوكسيل جروب، راح يفقد هذا المركب، راح يفقد هذا الأمينو أسيد بروتون من الكربوكسيل جروب. إذا رفعنا الـ pKa value أكثر من 2.عفوا إذا رفعنا الـ pH value أكثر من 2.3 لكن أقل من 9.7 إيش راح يصير عندي؟ هذا الأمينو أسيد راح يفقد 1 بروتون from its carboxyl group، لكن تبقى الأمينو جروب بروتونيتد. بهاي الحالة المركب يكون على شكل زويتر أيون. ليش؟ لأنه number of positive charge group equal to the number of negative charge group، لذلك النت charge مالت الكومباوند هي zero. إذا أرفع الـ pH أعلى من هذه القيمة، أعلى من 9.7 راح يفقد المركب another hydrogen، لكن بهاي المرة يفقدها من الأمينو جروب. وبهاي الحالة تكون إشارة المركب نيجاتيف. ليش؟ لأن أكثر من 9.7 هو بالأصل فقد هيدروجين من مجموعة الكربوكسيل، راح يفقد أنذر هيدروجين من مجموعة الأمينو جروب. فأصبحت الأمينو جروب without charge والكربوكسيل جروب with negative charge، والتوتال تشارج مالت المركب هي ناقص 1. إذن الجلايسين يكون with positive charge at pH value أقل من 2.3 ويكون with negative charge at pH value أعلى من 9.7 ويكون على شكل زويتر ايون at pH value بين 2.3 و 9.7. بالخلاصة الأمينو أسيدز هي أنفولايت أنفوتيريك موليكيول. ليش؟ لأنها تسلك سلوك حامض وتسلك سلوك قاعدة بالاعتماد على الـ pH للمحلول اللي موجودة به. ثانياً الأمينو أسيدز ربما تكون موجودة with positive charge، تكون موجودة على شكل cation at very low pH concentration، أو تكون على شكل at
أو تكون على شكل أنيون at very high concentration, at very high pH concentration. النقطة الثالثة الأمينو أسيد تكون على شكل زويتر أيون at neutral pH. إلى هنا انتهت محاضرتي لهذا اليوم. دمتم حفظ الله.